أرادوا أن يحرموهم الحياة فزجوهم في غياهب السجون. هم من كانوا بنويين اليهود يحطونا في أقفاص زي هيك إنهم عشان يموتونا ويبعدونا عن الحياة، لكنهم أبوا الاستسلام. يمكن حاولنا إحنا حوالي 10 مرات واجتهدنا، وإن شاء الله يا ربي ربنا بكرمنا وبنطلع العينة وبطرق معقدة بعيداً عن بطش السجان تمكنوا من تهريب الحياة. الأسير الفلسطيني أبدع في إنه يقدر يهرب مطر، ولدرجة يعني احتياطه لآخر لحظة إنه حكى لي موجود في الباكيت كذا العينة. تهريب الحياة على الجزيرة الوثائقية.